أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ضيف عزيز جدا 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 على قلبي بصراحة، الأخ أحمد حركان. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أهلا يا جيم، وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أخي أحمد، أول شيء بدنا نعرف هي السبب، ما بعرف يعني بصراحة، أنت واحد والأخ سأل اثنين. مسألة أول ما بطلع بالبرنامج، أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا، بس شو قصتها هي؟ بس احكي لي. الفكرة اللي هي يعني زي بصمة صوت كده، يعني لو سمعناها في أي حتة نعرف إن هو جاي. بس بصراحة يعني كل الناس بتقولها، يعني أعزائي المشاهدين. لا، التون بتاع الإلقاء ثابت ومميز جدا يعني. طيب أنا مش حتى ما أعرفش أقلدك يعني. حابب تسمعها؟ بحاول بس ما أعرفش. طيب أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. عجبك كده أوي؟ طيب أحمد، قبل ما نبدأ الحلقة، نحن طبعا حلقتنا الشتائم بالقرآن، وصراحة موضوع طويل ممكن ياخذ حلقات. قبل ما نبدأ، بس هيك أنت سويت برنامج برمضان عن حوار مع المؤمنين، يا ريت تحدثنا وتحدث الأصدقاء عن هالبرنامج هذا، وشو هدفك من البرنامج؟ أنا هدف البرنامج إن أنا أخلق حوار ما بيننا وما بين المؤمنين، يكون فيه ثقة متبادلة من الطرفين وحسن ظن من الطرفين، ويكون فيه حسن الاستماع والاستماع الجيد مع تحليل الكلام ومع محاولة الوصول فعلا لما يعني ما يعني لما أدعوه الأقرب للصواب يعني، أو نقرب على قد ما نقدر من الحقيقة. ما فيش حد يقدر يقول إن أنا معايا الحقيقة مطلقة، لكن نحاول نقرب من الحقيقة ونحاول نقرب من طبيعة الأشياء، يعني نفهم الأشياء صح، ويكون طرحنا علمي، ويكون تكون قناعاتنا برضو علمية. ده هو الأقرب للحقيقة، ده هو الأقرب للسلامة والصواب. يعني لما تبع العلم واتبع العلم عمره ما هيندم ابدا، وطول الوقت هيبقى في خير وهيبقى في استقرار نفسي، وهينتقل من افضل الى افضل الى افضل الى افضل الى افضل، وهيكون منسجم مع الطبيعه، لان العلم منسجم مع الطبيعه. العلم بيفهم الطبيعه كويس جدا وبيحلل كل حاجه بتحصل في الكون ده على قد ما يقدر باساليبه وادواته، في النهايه بتبقى منسجمين مع البيئة اللي احنا عايشين فيها، مع الطبيعة، بتتغلب على كل المشاكل. ومع العلم احنا مش بنتواكل على غيبيات، او بنضحي بحاجات حاضرة عشان حاجات آجلة موعودة وما إلى ذلك. بس عموما البرنامج لسه في أوله يعني، وللأسف لسه ما وفقناش لأن احنا نلاقي حد من المؤمنين يعمل مناظرة معايا مثلا، أو مع أي حد تاني يرغب إن هو يناظره عندي في البرنامج، لأن المناظرات برضه مفيدة، المناظرات بتشد انتباه المشاهد وبتاخده في اللي هو الجو الاستيعاب يعني، بتساعد على استيعاب الأفكار وعرضها بالشكل ده في إطار مناظرة يعني، بيخليها تثبت في الذهن كده وتفتح آفاق جديدة للتعلم يعني. أكيد أكيد أحمد، وأنا بصراحة أنا أدعو كل أصدقائنا المؤمنين، يعني هو في يعني لازم يكون مسلم بالتحديد ولا مسيحي بيمشي الحال كمان؟ أنا ما بعرف إذا يعني لازم يكون مسلم ولا مسيحي كمان بيمشي الحال. لا، من أي دين، لكن هو أنت عارف إن أنا دايماً لا أتقن حوار مع المسيحيين، لأن ما درستش مسيحية وكده، فبسيب المهمة دي لحد
يكون من خلفيه مسيحيه، يكون ادرى ويكون اخبر بالنقاش وبيدخل على طول، بيوفر وقت يعني. وهو الاديان كلها الابراميه جان واحد زي بعضها كلها. انا بعتقد ان هي اليهوديه والاسلام والمسيحيه دين واحد يعني، كلنا يهود يعني، بس احنا يعني كمسلمين طائفه من طوائف اليهود، والمسيحيه طائفه طوائف برضه يهوديه، احنا كلنا طوائف يهوديه يعني، كلنا مع يعقوب عليه السلام يعني. قصدك كلنا احفاد القرده والخنازير؟ بما ان الحلقه دي عن الشتائم، كلنا احفاد القرده والخنازير وعبد الطاغوت. طبعا انا بدعو كل اصدقائنا المسلمين المؤمنين اللي بيحب يناظر الاخ احمد، قناته موجوده، وممكن يعني يراسله ويراسلني اذا بدهم. انا ببعث الرساله لاحمد، ما في اي مشكله يعني. واشجع الاصدقاء المسلمين انه يدخلوا بمناظرات مع الاخ احمد، وخصوصا القرانيين منهم يعني، لانه احمد اختصاصه القران. طيب احمد، خلينا نبدا بحلقتنا اليوم، الشتائم. يعني نحن مثل ما بتعرف انت كنهر، اكيد تصلك كم من الشتائم كما وصلني انا، كم من الشتائم لا تعقل يعني بصراحه. الشتائم الموجوده في مجتمعنا ظاهره بكل معنى الكلمه يعني. تمشي بالشارع، مستحيل تمشي بالشارع ما تسمع شتائم، الناس تشتم يعني. فخلينا بدنا نرجع للجذور، بما انه الجذور هي القران ومحمد هم القدوه الحسنه للامه هي، خلينا نبدا بالقران، نشوف القران، شوف فيه الشتائم الموجوده بالقران. خلينا نبدا بالحمير، شو رايك؟ بعدين نتطرق لحيوانات اخرى واشكال المسبات الاخرى. نبدا بالحمير. تفضل احمد معك. هو انا بحترم الحمير بصراحه جدا يعني. بعض البشر بلاقي ان هم اسوء من الحمير بكثير يعني، او ان الحمير افضل منهم بمراحل. في بعض البشر يستحقون الحياه، وحياتهم عبء على الانسانيه وعبء على كل حاجه، عبء على البيئه وعبء على الحيوانات نفسها، عبء على كل حاجه. زي مثلا السيكوباتيين او الوسادين والناس دي، ناس مضطربه، بيبقوا ضرر، بيسببوا ضرر لكل انسان وحيوان، بيؤذوا اي حد والكلام ده. لكن انا ما شفتش مثلا حمار بيعمل كده، فاهمني؟ يعني الحمار ما شفتش حمار مثلا سايكوباتي مثلا عمال يخطط يأذي الناس وبيأذي الحمير ويأذي البهامين ويأذي. وبعدين حتى الحمار لو اذى اقل يعني اكثر حاجه يقدر يعملها ان هو يرفس بني ادم بتاع. لكن العقليه السايكوباتيه بتقعد تخطط للشر وتعمل، واحيانا بعض السيكوباتيين بيقودوا امم، السيكوباتي الخلاق ممكن يبقى رئيس في يوم من الايام ويقود شعب كامل للهلاك، ويعمل حروب وحرب عالميه. واحد مفتن الثانيه كان واحد مفتن لسبب ان الملايين دي كلها تموت، هتلر. ف خلينا نتكلم على الحمير يعني كشتيمه، كسبه يعني، مش كحقيقه الكائن اللطيف ده. هو كان بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو كان بيشبه اليهود اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ما طبقوهاش، يعني ما عملهاش، تحملوا عملية تطبيقها وما طبقوهاش، بيشبههم بالحمار يحمل أسفارا. حمار شايل في ظهره كتب مش بيستفيد منها حاجة يعني. وهو برضه شتم كل اللي ما يؤمنش بيه بان هم دواب. اكتر في اكتر من ايه بيقول فيها مثلا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون. دي كررها في كذا مكان يعني، في سوره الانفال وفي كذا سوره يعني، ان هو نفس العباره دي، ان شر الدواب، سوره التوبه برضه. الدواب اللي هي انعام يعني، هو بيشتم كل ال، بيقول شر الدواب يعني اسوء الدواب عند ربنا الصم بكم الذين لا يعقلون. كمان قال عليهم صم وبكم وما بيعقلوش، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ان بيقول في سوره الانفال برضه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اي حد ما امنش ده عند ربنا شر الدواب. طبعا ده اسلوب غير مهذب يعني، في الخصومه وفي في النقاش يعني، ده اسلوب غير مهذب. هو عموما القران جان ما بيعتمدش على اسلوب الاقناع ولا الكلام ده، بيعتمد على اسلوب المهاجمه والشتيمه
والتهديد بس. مثلا لما جاء محمد قال انا رسول الله مثلا، ما قالش انا رسول الله وحجتي كذا وكذا وكذا واياتي كذا وبراهيني كذا ودي معجزات او دي كذا، لا هو قال انا ما عنديش معجزات. المعجزات بلح خلاص، بطلنا نبعت معجزات من ساعه ما ارسلنا لثمود الناقه مبصره فظلموا بها، فبطلنا نبعت معجزات. امال هنعمل ايه بقى عشان نقنع الناس؟ هنشتمهم بقى، انتوا بهايم وحمير وصم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يفقهون، لا يفقهون، تخيل لا يفقهون ديت، طول ما انت بتقرا القران هتلاقي لا يفقهون يعني عموما، يعني كل انت تفتح المصحف واحنا في شهر رمضان والناس بتختم القران، يعني لو الواحد مسلم كده ماسك قلم ورقه وبيكتب كل ما يعدي على لا يفقهون كده يكتب في موقعه هيملى كراسه بحال لا يفقهون. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون، اضل من الانعام وغافلون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون برضو. ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في سورة المنافقون. يعني لا يفقهون دي بتقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، سورة الحشر. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هتلاقي لا يفقهون كتير. يعني يا اما يقول برضه ايه الايات دي لقوم يفقهون على اساس ان يعني بمفهوم مخالفه للا يفقهون ما لهمش ان هم الايات دي مش عشانهم. يعني الانعام هو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع، قد فصلنا الايات لقوم يفقهون. الايات دي فصلناها لقوم يفقهون، لكن اللي لا يفقهون بقى دول يعني بقى القرآن بيستعلي عليهم يعني، وبيقول ان هم مش القرآن ده مش ليهم يعني. ومين بقى اللي هم يفقهون من وجهة نظر محمد؟ اللي هم يفقهون دول اللي هم بيقولوا امين لاي حاجه يقولها، اللي بيقول لهم حاجه يقولوا اه سمعنا واطعنا صح انت صح، ما يناقشوهاش ما يدربوش فيها ما يشكوش فيها ما يكذبوهوش ما يتوقفوش في قوله ما يتحرجوش عن المعلومات اللي بيقولها لهم، دول اللي بيفقهون. انما التانيين هم اللي لا يفقهون. عندي سؤال احمد، يعني قبل ما نكمل بالحيوانات البقيه، يعني العصر قبل محمد وكان في مثلا العرب عندهم عادات يسموا باسماء الحيوانات، يعني ما عندهم مشكله مثلا في كليب في اشياء اسماء كثيره بصراحه، ليش يعني بعد محمد صار التسمي والتشبيه بالحيوانات صار شتيمه؟ يعني يعني لحد اليوم نشوف الاسد والنمر عندك بيت الاسد عندنا مستلمين البلد، والنميري عندك مستلمين السودان كانوا مستلمين، في عندك بيت الفهد، يعني في اسماء الحيوانات متعارف عليه عند العرب. شو الفكره انه جعل محمد مشابه ومتبع؟ ما هو محمد اصلا مش بيكره بس الحيوانات، لدرجه ان هو امر بقتل الكلاب ولست الحيوانات، محمد عمل لست حيوانات كده معينه طالب المؤمنين بان هم يقتلوها، يعني سواء في الحل او في الحرم يقتلوها في اي مكان. لا كان بيكره البني ادمين كمان، احتقر شعوب باكملها وفضل العرب على غيرهم وسمى الباقيين عجم وقال ان اللغه العربيه دي اسمى اللغات والعرب اسمى الناس، والاديان بحالها طبعا هاجمها، كل الاديان المخالفه للاسلام هاجمها وهاجم اهلها وشتمهم، قال عليهم انعام وقال عليهم اليهود، قال عليهم احفاد القرده والخنازير، قال عليهم ان هم جعل منهم القرده والخنازير وان كنا لم نكونوا قرده خاسئين وما الى ذلك. فهو محمد كان في حاله عداوه مع الناس كلها ومع الحيوانات ومع كل حاجه، طبيعي ان هو يحتقر الحيوانات يعني، طبيعي ان الثقافه دي تسود يعني بسبب الدين ده. الناس من حيث لا تدري بتتحول لناس بتكره الحياه وتكره الاحياء كلها يعني، لان القران بيوجههم بيوجه عقلهم الباطن ناحيه الطريق ده بشكل غير مباشر. انت بتقدس نص عدواني وانت طبعا مش مدرك ابدا ان هو عدواني، انت تتحول لشخص عدواني من غير ما تعرف. وزي ما انت قلت في بدايه الحلقه الدليل على كده الشتايم اللي احنا بنشتمها، المبدعين في الشتايم دول المفروض ياخدوا جائزة النوبل في الشتايم،
انهم مبدعين، تلاقي الشتيمه كده متركبه تركيبه عجيبه وغريبه يعني، وتلاقيها لها علاقه بالنجاح دايما، ام واخت يعني بيعملوا لك كده شتيمه كده مركبه ما تعرفش الدنيا. بصراحة أنا عشت باليونان فترة يمكن تقريبا 5 سنين، وعايش ببريطانيا هون صار لي 8 سنين يعني، ويعني الناس تشتم، وشفت أصدقاء فرنسيين وإيطاليين، وشفت ناس يعني تعرف خصوصا ببريطانيا هون مالتي كولتشر يعني، الناس من كل الأعراق موجودين يعني. بصراحة هلا مثلا اللغة الإنجليزية في شتائم، لكن يعني ما في 4 5 شتائم ممكن تسمعهم يعني، بس عنا بتلاقي يا رجل بيقول لك الشتائم من يعني أي كلمة ممكن يجعلها شتيمة، مثل ما قلت تركيبة عجيبة، بجيب لك الكلب من هون والحمار والقط والفارة أعضاء الذكرية والأنثوية والأعضاء التناسلية كلها. تفضل أحمد. ويعني يقول لك هعمل فيك كذا وكذا وكذا، يعني يعني همارس الجنس معاك، همارس الجنس مع أمك، همارس الجنس مع أختك، ابعت لي برضه. حاجة ملفتة جدا إن كل شتائمهم حوالين الجنس، يعني ما أعرفش أنا إيه اللي مشكلتهم الناس دي بالظبط. خلينا نكمل برضو مع ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان برضو يكرر عبارة لا يعلمون لا يفقهون، كرر برضو لا يعقلون ولا يعلمون، لا يعقلون لا يعلمون، هم مجانين. فقال لك أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال لك ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، بس اللي هم بيعقلوا، إنما التانيين دول مجانين. يقول لك ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. برضه افلا يعقلون ديت هتيجي تلاقيها متكرره كتير، وهتلاقي برضه يقول لك ولكن اكثرهم لا يعقلون، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. مثلا بس الذين ينادونك من وراء الحجرات دول كانوا صحابه، بس عشان نادوا يا محمد جم وقفوا عند الحجرات بتاعته يا محمد او يا رسول الله او لا مش عارف ايه، فضايق منهم عشان كانوا ازعجوه يعني. فنزل ربنا نزل له ايه كده واطلع صوت الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. فكان هو محمد لما بيحب يشتم حد ربنا بيتكفل بالنيابه عنه بالشتيمه. برضه يقول عليهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يقول لك لا يعقلون برضه، يقول لك ومنهم يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهم لو كانوا صم وما بيسمعوش وما بيعقلوش انت هتوديهم النار ليه؟ الناس غلابه ما تفهمش يعني، يعني انت بتناقض برضه يعني، انت الناس غلابه لا بتسمع ولا بتسمع واعم وعمي وكلام ده ومش مفيش وما بيفهموش يا عيني، فانت ليه هتوديهم النار بعد كل ده يعني؟ والمشكله ان انت كمان اللي خلقتهم كده يعني، هم مش خلقوا نفسهم لا يعقلون. لكن هو اللي محمد كان قبل ما بيشتم شتيمه ما بيفكرش مثلا معناها او دي هتتناقض مع المبادئ اللي هو بيؤمن بيها، كان بيرتجل الايات كده في اوقات اللي تخدمه فيها زي ما تيجي يعني، اللي عايز يشتم حد يبقى ربنا يشتم، عايز يقول كده بغض النظر عن الاتساق دوت مع الطرح بتاعه عموما او النظريه اللي بيقدمها عموما او الدين اللي هو عمله ده، بغض النظر بقى عن الايه دي هتناقض حاجه ثانيه او لا. لا هو كان راجل وما كانش في بيئه كلها بتؤمن بكلامه يعني، حتى لما راح المدينه وقالوا من دار الهجره ومش دار الهجره كانت مليانه منافقين، قال لك دول منافقين والمنافقين لا يعقلون والمنافقين لا يفقهون هم كمان، وشتم فيهم اللي وقفوا معاه ناس الاوس والخزرج بعضهم. هو عن طريق الارهاب والتخويف قال لك ان اي حد مش هيؤمن بيه هيبقى كافر ويطهر المدينه منه، فقال لك لا، فالناس اضطرت ان هي تؤمن تؤمن في العلن وتخفي عقيدتها الحقيقيه في السر، فسماهم منافقين، سماهم منافقين وما سابوهمش في حالهم برضه، ما سابوهمش في حالهم. هو كان في حالة عداء مع مع الناس شديدة، وده بينعكس على أسلوب القرآن. لذلك أنا عمري في حياتي جان ما حبيت الكتاب ده أصلا من قلبي، أو عمري ما حسيت بروحانية وأنا بقراه، بالعكس يعني كنت بقراه من باب تأدية الواجب ومحاولة فهمه وتدبره زي ما هو بيقول بس عشان أعمل اللي عليا وأبقى إنسان كويس. لكن إن هو كتاب جدير
القراءه او كتاب بيضيف لك حاجه كويسه او بتحس باحساس جميل لما تقراه، بالعكس يعني انت بتحس باحساس. والناس المسلمه مش عارفه منين البيضان اللي بيجي لهم لما لما بيقروا القران، يعني ما بيحسوش ما يعرفوش منين الاكتئاب بيجي، ما بيفكروش ان هو ممكن يكون من النص نصوص اصلا الشت اللي هم بيقروها دي، ما بيفكروش ان هي دي نفسها ممكن هي اللي بتسبب النكد والوجع القلب ده. كتاب مليان شتائم وعدوانيه وكراهيه للناس وتسفيه وسخريه منهم، ما بيفكروش في كده. انا بصراحه يعني انا قرات القران واهلي كلهم من قرائين القران، مثل ما بيقولوا المتمكنين من القران. القران لما بتقراه يعني المشكله بتحس بالخوف فقط، يعني في شيء عم بيخوفك، يعني مو انه راحه نفسيه ولا بيقول لك راحه نفسيه يكون كاذب، يعني انا متاكد تكون يا منافق كاذب. بقرا القران بس في خوف، يا اما تخاف من هالكلام، وإذا ما خفت منه معناته كذبت الكلام وطلعت بصوت ملحد، يعني جو رعب، جو أفلام رعب، يعني نقتل ونذبح ونشيل ونحط النار وعددنا لهم ما بعرف سعيرا وبعيرا ونعيرا وكل أنواع البطيخات. طيب أحمد خلينا نروح على الكليب، على الشتائم اللي ناخذ الحيوان الثاني المسكين اللي محمد ظلمه هو الكلب، يعني سوره الاعراف. سوره الاعراف واتل عليه من نبأ الذي اتيناه وايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه هلاك او تتركه. فهنا برضه مثله كمثل الكلب برضه فيها ايحاء بالسب يعني. والقردة والخنازير وحتى انا بعرف احمد انت ما تتطرق للاحاديث، يعني الاحاديث اللي امر فيها محمد بقتل الكلب الاسود والكلب يقطع الصلاة المؤمن، يعني شو مشكلته مع الكلب؟ شو بالكلب يعني؟ والله مثلا عندنا نحن اذا بدك تشتم واحد تقول له يا كلب يا ابن الكلب يا ابن شحيبر مثلا، بس بالثقافات الثانيه ما في اشياء يعني. هلا روح لو انت دوب شو دوب يعني شو يعني ما في لا تعتبر شتيمه، لا تعتبر شتيمه. المشكله اصلا انت اله كبير قوي بس عقلك صغير، يعني انت اله يعني ليك مركزك وليك وضعك في السماوات والارض وبتاع، يعني واحد على عرش كبير طويل عريض، فانت المفروض تبقى يعني ارقى من كده، يعني انت تشتم واحد يعني اسلوبه عقله صغير، يعني تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما له ما كسب وامراته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد كده. او مثلا يقول لك فليدعو ناديه، سندعو الزبانيه مثلا، يعني يقول لك فليدعو ناديه، يعني تجيب لنا الناس اللي تحت سندعو الزبانيه واحنا هنجيب الزبانيه بتوعنا ونشوف بقى مين حقيقي اكبر من الثاني. انت اله يعني، الناس دي صغيره. انت مثلا يا جان مثلا مش هتقعد تتحدى نمله مثلا، يعني تيجي تقعد في النمله كده تقعد تتحدى فيها يقول لها هنجيب هستعان بالنصيحه هجيبك من شعرك وبتاع وكلام ده، تبقى مجنونه لو عملت كده مع نمله. فاحنا بالنسبه للمولى سبحانه يعني اقل من النمل، هو بالنسبه لنا اكبر من الفيل يعني. مش رايق يعني، مش لايق على الاله، تحس ان هو بيهين افكارك لما بيقول لك انا اله وتيجي تقرا الهبل اللي هو بيقوله ده يعني. بالفعل ما هي راكبه على بعضها يعني، ما هي راكبه على بعضها يعني، كيف مثل ما قلت انت يعني الله تتحدى نمله، يا رجل تتحدى نمله، انت قدراتك اكبر بكثير كعقليا وجسديا وكل شيء، تعال تحدى هالنمله يلا بدي اقتل لك اذا ما سويت يعني شو عم تتحدى فيه؟ فالاله هذا تبعنا كمان يعني، اذا فكان إله بالفعل كيف يعني بيتحدى شيء هو خلقه أصلا؟ لا حول ولا قوة. أنا مع العقيدة دي ولا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأنا بذكر أصدقائي يعني أحمد نحن أنت ما بدك تطول الحلقة، ما قلت لي أكثر من ساعة ما بتحب الحلقة تكون أكثر من ساعة. بحب ان هي تكون خفيفه كده لطيفه ظريفه على قلوب الناس يعني. انا ما راح اطول الحلقه اكثر من ساعه بصراحه يعني، وانا راح افتح نفتح لابتوب ولا شلون؟ يلا
خطوط واحد ما عندنا غيره. افتح خطوط افتح. هو خط واحد انا راح افتح السكايب اصدقائي اللي كلمة الناس يقولوا لي افتحوا لنا الخطوط والمداخلات وطلع الارقام الدولية على الشاشة. اه يا ريت راح يجي نهار شي نهار راح نصير قناة التلفزيونية سيدها بإذن الله. بإذن الله بإذن واحد أحد. طيب خلينا نشوف إذا في تعليق على على اليوتيوب. أنا بصراحة ما حضرت اليوتيوب فنعتذر يعني. طب أحمد خلينا نروح على سؤال تاني يعني يعني في اللعن اللعن يعني مسألة اللعن يعني شو بتقدر لعن الله اليهود والنصارى اللعن يعني نحن المشكلة عنا اللعن كل شيء يقولوا لك ما كان محمد شتاما ما كان ما بعرف شو اللعن شو معنات كلمة لعن أصلا بالأساس؟ لعن يعني التب والهلاك اللعنة دي سبب وتقدم رحمة الله هو محمد كان بيعمل الحاجة يقول الحاجة بيعمل عكسها يعني ده في سورة من السور الجن هو سورة القلم هو بيوصف الكفار بأن هم شتمين وهو بيشتم فيها بعديها على طول وفي نفس الصورة هو بيحلف وبيوصف بيوصف الكفار بأن هم حلافين يعني بس بيقول تطع كل حلاف مهين هماز مشائن بنميم مناع للخير معتد أثيم بقول حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز يعني شتام هو بقى بيقول ايه بقى يعني هو بيقول هماز اهو وحلاف هو في بيت السور بيحلف بالقلم بيقول نون والقلم ما يسترون بيحلف والحلف كتير في القرآن مش كده مش كده بقى ان هو بيقول لك هماز مشاء بنميم يعني هو هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم يعني مش هموت سوري هو بيقول كده أحمد, أحمد معنا اتصال من الأخ رشو 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 حسان أظن ألو آه تفضل أخي تفضل ألو رشو الأخ رشو أظن ما هو معنا ما بعرف اتصل و اسف احمد اسف انا قطعتك هو المفروض ما كان لازم اقطعك لا تفضل تفضل احمد تفضل فهو بيشتم شتيمه قبيحه جدا في الصوره وهو بعد مباشره ما تقول ان هو اللي هو بيشتمه ان هو بيشتام يعني هو بيقول هماز يعني شتام ما تسمعش كلام الهماز ده ولا الحلاف ده مهين مناع للخير معتاد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أقول عليه بعد يعني فوق كل ده هو أصلا ابن كلمة معناها ابن زنا يعني بالعرب يقولوها مرادف لكلمة عامية عندنا سيئة يعني. لسه قايلها دلوقتي من شوية للأسف أو سركبت الفار أنت هنا في البرنامج محدش تنتبه لي الصوت مش شغال انا مش سامعك اسف اسف جاني سؤال احمد عم بيقول هيدن اظن عم بيقول سؤال ما سر نجاسة الكلب في الاسلام والله مش عارف في حاجه في الاسلام كده ملهاش يعني هو محمد بس حط خلاص الكلب نجس على اي اساس يعني هو في اي شروحات مثلا من المفسرين من علماء الاسلام انه ليش يا محمد نجس الكلب مثلا يعني لا ما فيش حاجه يعني هو بيقول ان الدعاء بتاعه نجس بس ما اعرفش نجس ليه يعني طيب في الاخ مفكر حر عم بيقول بيطالب كهنه ورجال الدين الاسلامي بوضع قانون ازدراء الاديان لكي يقوموا بحماية إلههم الضعيف
الغير قادر طبعا على حماية نفسه أمام مصابيح التنوير العصرية، وربهم نازل شتم وسب ولعن وتحريض على القتل والبغض والكراهية والتفرقة العنصرية بين البشر. حقا لن ترتاح الأمة العربية أخي جان حتى يتم وضع كتاب محمد في صاروخ فضائي يتجه إلى ثقب أسود نور أبو زيد. ما رأيك؟ ما أنا أرجع رح أرجع أرى لك. عم تسمعني هلا أحمد؟ ألو؟ ألو؟ عم تسمعني هلا؟ لأنه الصوت لا معلش السماعات عندي فصلت من هنا معلش ناسي. طيب طيب أنا في تعليق الأخ أخ مفكر حر أبو زيد بس أرى لك التعليق. عم بيقول يطالب، عم تسمعني هلا مشان ارى تمام. عم بيقول يطالب كهنة ورجال الدين الاسلامي بوضع قانون ازدراء الاديان لكي يقوموا بحماية الههم الضعيف وغير قادر طبعا على حماية نفسه امام مصابيح التنوير العصرية. حقا وربهم نفسه نازل شتم وسب ولعن وتحريض على القتل والبغض والكراهية والتفرقة العنصرية بين البشر. أقل لن ترتاح الأمة العربية حتى يتم وضع كتاب محمد في صاروخ فضائي يتجه إلى الثقب الأسود. طبعا عم بقول لك وشكرا بالمناسبة الأستاذ أحمد حرقان على برنامجه الجديد الجميل، فقد كانت حلقة أمس رائعة جدا وننتظر حلقة الليلة بفارغ الصبر. شكرا شكرا حبيبنا. الحلقة كانت طويلة أمس للأسف، فأنا هحاول بعد كده أختصر الوقت عشان طولت عليكم يعني. وحلقة برضو النهاردة هنكمل فيها نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت. أتمنى يكون معنا حد برضو من المؤمنين يعني يسمع وجهة نظره ونناقشوا فيها يعني. طيب في الأخ هيصر عم بيقول قوله تعالى تبت يد أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتاب أي تحل كيف تحقق خسارته وهلاكه. يعني هي ميشة قصده الأخ هيصر عم يقول يعني قوله تبت يد أبي لهب هي خسرت وخابت يعني يده، وضل عمله وسعيه، وتاب أي تحقق خسارته وهلاكه. ومعنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. طيب شو رأيك بهالطرح هذا الشرح؟ هو برضو نفس الفكرة الجنة اللي هو المفروض إن الإله يعني يبقى كبر دماغه من كل الكلام ده. هو إله بصراحة بصراحة يعني مثل ما الشتائم يعني الشتائم بكل يعني موجودة بحياتنا اليومية عم نعيشها يعني اليوم. اليوم لما بكون محمد قدوة حسنة الكون جان الكون كبير جدا جدا مليان مجرات ونجوم آلاف المجرات مذهل كبير عظيم. كل ما تسمع عنها وتقرأ أو تتفرج على فيديوهات مثلا تتأمل الكون أو تشرح الكون أو صور لنا مدى عظمته وكبر كل ما تتأمل في كده يعني لو في إله لازم يبقى أكبر من الكلام ده كله يعني لازم يبقى كبير بقى يكون عظيم تحس بالرهبة وأنت بتطلع عليه أو بتحاول تفهمه. لما يكون الإله يكون بالعظمة دي ويكون الإله اللي بيدعى إن هو خلق كل ده وأنجز كل العمل ده سايب كل حاجة وراح يشتم في أبو لهب ويتحرش في أبو لهب يعني انت كلها حاجة غريبة يعني. وبتدعوني يعني إيمان إيمان خلق الكون من خلق الكون من خلق أي حد خلق الكون إلا الإله المعتوب بتاعك صعب يعني. لو حتى أنا مش مقتنع إن في خالق للكون يعني، بس لو في خالق للكون مش هيبقى المعتوب ده يعني. أكيد. طيب معنا اتصال من رشو ريشو. تفضل أخي تفضل إذا عم تسمعني. أظن في مشكلة معه أنا
اخي ريشو حسان اسمعني؟ اسمعني جم. اسمعك، تفضل تفضل. تفضل اخي، سمعانا. اظن الصوت عند الأخ تعبان شوي. طيب أنا راح أرجع أتصل فيك، أنا بلكي يكون الصوت أوضح. طيب ما بعرف بصراحة، ما بعرف. في الأخ هايدي عم بيقول، هايدن عم بيقول إنه أنا سمعت أن هناك عقدة لدى محمد من الكلاب، ما بعرف إذا أنت سمعت، يا ريت كان تعطينا شيء حديث أو شيء قالوه مثلا أصحاب محمد عن عقدة محمد عشان نعرف يعني. أنا بصراحة ما بعرف هالعقدة هي، في عندك أي؟ لا، هو امر بقتل الكلاب وبعدين رجع نسخ الحكم دوت وقال انا امرتكم بقتل الكلاب بس اقتلوا بس الاسود وسيبوا الباقيين يعني. ف هو كان القتل عنده سهل يعني، قتل البني ادمين والحيوانات وكل حاجه سهل القتل عنده، وكان بيجرح كل حاجه تقريبا، مش الكلاب تحديدا بس، كلاب الغربان الوزغه حاجات كتير قوي، الفار، كل الحيوانات دي كان بيكرهها هو، سماها الفواسق يعني، سماها الفواسق. انا مش عارف هي فواسق منين يعني، ولا ازاي كده تبقى فاسقه، ازاي ربنا يعني حط يعمل عقل بعقل فار يعني، مش عارف. هو الفسق ما هو بالمعنى الجنسي يعني الله، مثلا الفاسق نحن اللي بنفهمه انه جنسيا فاسق معناته منحل جنسيا، مو هذا هو الفكرة بكلمة فاسق أحمد؟ الفسق بقى بيتضمن معنا هو إنسان مش عادل يعني، إنسان مش مظبوط، مش صالح يعني. عموما تشمل الحرفات الجنسية والأخلاقية كلها يعني. الفسق الإنسان لو سرق يبقى فاسق يعني، الإنسان اللي يسرق يبقى فاسق، الإنسان اللي يزني يبقى فاسق، الإنسان اللي يعمل أي حاجة من الكبائر يبقى فاسق. فالكلاب الفار ممكن يكون فسق عشان خاطر برضه يعني، ممكن يبقى فار جاي مثلا، ممكن يبقى فار جاي مثلا، أو ممكن يبقى فار حب مرات صاحبه مثلا أو كده، فربنا فسق الجنس كله مش عارف. لا أنا سمعت شيوخ الهبل هذول بيقول لك فويسقة، الفأرة هي فويسقة. فويسقة. طيب الأخ ريشا عم بيقول أخي جان أنا متابع لك ولحبيبي أحمد حرقان، آسف في مشكلة بالصوت، بدي توجه تحياتي لك ولأخي أحمد، لقد حررت عقولنا. العفو أخي، نحن يعني واجبنا هذا، أنتم أهلنا ونحن بس بدنا نقول ما نقول اللي بقلبنا يعني. وعلى كل حال انا راح اتصل فيك اخي احمد، يا ريت ترد ونشوف بلك يكون الصوت افضل. اذا الصوت ما عم بيساعد نهائيا، اشوف اليوتيوب اذا في اي شيء كمان تعليقات ثانيه. أنا أشجع أصدقائي إنه يتصلوا فينا ونشوف مسألة الشتائم هي بالإسلام يعني، يا ريت تعطونا آراءكم بالشتائم التي لا تنتهي يعني بالإسلام، وسبب الشتائم، سبب الشتائم الموجودة يعني، هو بصراحة
انا بس بدي اثر بالاحاديث احمد، يعني مثلا ابو بكر لما قال امصص شتائم من هالقبيل هذا يعني لا تحصى. انا ما بعرف اذا انت بدك تدخل بالاحاديث ولا لا. والحديث انا حافظ كتير جدا من الاحاديث ودارس كويس قوي علم مصطلح الحديث وما زي، بس انا مش دايما ببعد ان انا استدل بالاحاديث عشان ما يطلعش واحد مسلم طيب من حلال يقول لي والله الاحاديث دي كلها حديث حاد او حديث او الحديث ضعيف او كذا. هم طالما هم بيقدروا ان هم يقولوا على الاحاديث منها صحيح ومنها ضعيف، انا ببعد على الاحاديث كلها. كفايه عليا القران، يعني ما فيش حد منهم بيختلف على صحته او ان ده كتاب ربنا. فانا بختصر الوقت، ما بحبش ادخل في حاجات كتير تحتمل اكتر من رد. يعني هو القران نفسه مليان من بلاوي، يعني فكفايه علينا القران. وبعدين احنا اصلا القران يعني كتاب في حد ذاته، التعرض ليه والكلام فيه وقراءته والكلام ده كله هم، يعني احنا كمان هنضيف لهم القران هم كمان السنه اللي نقرا فيها، ده هنضيع عمرنا بقى على الفاضي معاكم. يعني كفايه علينا القران. في الاخ شانون عم بيقول خانون، ما بعرف بالضبط هو اللفظ عندي بقى مكتوب بالانجليزي شانون. شانون عم بيقول لاحظت ان المسلمين لديهم قسوه اكثر من غيرهم من الشعوب اتجاه الحيوانات وعدم التعاطف معهم باعتبارهم الكائن الاقوى والمختار. شو رايك؟ مش عارف والله. هو هم المسلمين يعني مفكرين انه انه الانسان هو ارقى الشيء، فكل البقيه يعني محلل لهم يقتلوا كل شيء. يعني اصلا محلل لهم يقتلوا كل شيء غير مسلم، يعني فما بالك، وحتى انه نص المسلمين محلل لهم يقتلوا بعضهم، فما بالك بالحيوانات للاسف الشديد. في طيب الأخ ريشة أظن يقول أحمد حرقان أسطورة، صراحة ما كنت أتوقع أني أترك هذا الدين القذر لولا تأكدت، لأني كنت أخاف الشيطان. أنا بحييك ريشة، وبصراحة هو لسه عم بكتب ريشة، بحييك أنك تركت الدين القذر مثل ما بصراحة يعني دين اصلا، يعني اذا بدك تحطه بين الاديان اللي هي ايديولوجيه سياسيه، محمد سوى منا دوله مغلفه بغلاف ديني، يعني هي القصه. وما اظن يكون محمد اصلا متدين، يعني الا الصرع اللي كان معه. شو رايك يا احمد؟ هل الاسلام هو دين؟ الاسلام دين طائفه من طوائف الديانه اليهوديه، هي الطائفة اللي عاملة إزعاج دلوقتي حاليا في العالم يعني كله. أتمنى اليوم اللي يجي فعلا ما يكونش فيه ولا مسلم واحد على وجه الأرض، يعني تحديدا المسلمين، يعني مش لأنهم يموتوا، لا ده بالعكس، يعني يعيشوا. إن هو دلوقتي ميتين أساسا، مش عايشين، ميتين وعايزين يموتوا العالم، وماشيين ورا واحد مختل، يعني فعلا عاش في مكة 1400 سنة. أهل مكة نفسهم كانوا شايفينه مختل، وكانوا بيسخروا منه ويتريقوا عليه. في ناس منهم كانت بتاخده رد عقله، وفي ناس منهم كانت بتحاول تقاومه. في النهاية هو انتصر عليهم عسكريا بقى بسبب ظروف وصدفة احنا مالناش دعوة أي دعوة بيها، بس العالم كله بعد كده دفع الثمن يعني. فاحنا المفروض بقى إن احنا نبدأ نفهم الكلام ده دلوقتي، يعني العالم الإسلامي المفروض يبدأ يفهم كده من دلوقتي. واحنا مش بنقرا القران دلوقتي او بنجيب النصوص اللي فيها شتيمه وكده عشان حبا في القران او اجلالا ليه او ان احنا مهتمين بيه، بالعكس يعني ده كليله ودمنا اهم منه بكتير يعني. لكن احنا بنقرا بنحاول نخلي المسلمين يحاولوا يفهموا اللي احنا فاهمينه ده، يعني نحاول نخليهم يفهموا الكلام ده. بكل تاكيد احمد، بكل تاكيد. طيب في عندي شيء تعليق على اليوتيوب. في الاخ احمد مستر بلاك، طب خلينا نشوف جانو. الو جانو، تفضل. تحياتي حبيبي جانو. تفضل حبيبي، تفضل. ما بعرف كيف ابدا، بس راح احاول. المشكله عند
الانسان كلياتها انه يشوفون الاشياء مقدسه والانسان مزبله وزباله، والعكس صحيح، الانسان هو المقدس والاديان هي المزبله. وسؤالي للاخ احمد، ماذا خدم الاسلام او الاديان البشريه؟ لماذا؟ انا بعرف الجواب بس فقط هذا هو السؤال الفردي. او بقول لكم بحبكم واتمنى لكم الموفقيه. يسلموا جامعة. يعني بصراحة ما بعرف في أي خدمة قدمتها الأديان البشرية أحمد؟ لا خالص، بالعكس حطت سبب جديد من أسباب الكراهية ملوش أي لازمة، حطت سبب جديد من أسباب الصراع ملهاش أي لازمة. يعني لو الناس صرعت على المية ولا صرعت على الأكل وصرعت على الصلوات ولا صرعت على الحاجات دي كلها، يعني دي مصيبة لكن لها بعض التبرير، أو بعض الناس عايز تأكل أو عايز تعيش أو كده. الصراع الإنسان القديم كان يعني مفهوم نقدر تفهمه، إنما الدين حط أسباب للصراع غريبة. الصراع عشان خاطر الرجل اللي قاعد فوق العرش السماوي، والصراع على إن أمة الخروف ولا أمة الخنزير هي صح، حاجة غريبة يعني، أسباب كده عجيبة للصراع. بسرعة عشان خاطر الجنة السماء وحريات وأنهار الخمر والمريات اللي فوق دي، سرعة عشان ما يعني الدين أضاف أسباب للسرعة كتير ملهاش أي لازمة يعني. طيب في عندي الأخ سكلر عم بيقول أظن لاحظت أن المسلمين لديهم قصوى، هاي قريتها، لاحظت عندما يهاجمني بعض المسلمين الحمقى يقولون لماذا لا تدعي ان لا تدعي ان يخسف الله بك ويعذبك وياتي لك بدعاء مرعب عن العذاب ويقول ادعو به على نفسك ان كنت تستطيع، اذا رفضتك لا تؤمن بإله يظن نفسه ان انتصر. ما رايكم بهذه العقليه الممتلئه بالرعب والخوف من العقاب التي تعتبر نقطه رئيسيه للحفاظ على دين المتمسك به، حيث لا تخلو سوره تقريبا من القران الا وفيها التهديد والوعيد؟ يعني ما بنقول ربنا سبحانه وتعالى احنا دعيناك كتير وقلنا لك اهدينا للصراط المستقيم وثبتنا على الايمان وكلام الله، في الاخر اكتشفنا ان انت مش موجود يعني. بس عموما لو انت موجود بقى فانا بقول لك ان انت اللهم اهلكنا وامسخنا قردة الخنازير. انا شخصيا عايزك سبحانك يعني لو جدع كده تمسخني نص قرد ونص خنزير يعني كده، او تعمل في وشي قرد وفيها خنزير، او سبحانك يعني اعمل لنا اي حاجه تختارها يعني سهل، الحاجه الاسهل عليك، اي مصيبه اي كارثه اعملها، بس يعني ما تكونش حاجه مقلوبه في سبحانك. يعني مثلا ما يجيليش برد مثلا عشان واحد ممكن يجيلي انفلونزا مثلا يقول واو ربنا عمل، لا، عشان دي بتحصل للناس كلها مؤمنين وكفار وكلام من ده، وحتى الكانسر والسرطان. يعني انا لو جالي سرطان دلوقتي مش هيبقى عقاب من ربنا، لان الناس كتير جدا المسلمين بيجيلهم السرطان مثلا، او لو مت بالفشل الكلوي او مت باي مرض او ضربتني عربيه في الشارع، كل ده الناس معرضه ليها. بس اللي احنا عايزينك سبحانك تعمله يعني عشان تكون تزود ايمان اخواننا المؤمنين وتقيم الحج على البشر، ان انت لو تقدر، انا بتحداك سبحانك دلوقتي لو تقدر سبحانك يعني مثلا تعمل لي خنزير، تمسخني فار، حاجه من الفواسخ مثلا، برص، اعمل اي حاجه من دي يعني. ولو ما عملتش اي حاجه من دي بقى وانت مش هتعمل يعني، فاركن بقى على جنب سبحانك كده واقعد في حته ناشفه يعني. صراحة أحمد يعني أنا حكيتها يمكن كذا مرة، زي يسوع مثلا، يسوع دلوه عجل يوم وطلع مشي على المي، ما راح أقول له وخلص آمنت فيك أنت مشيت على المي، راح أقول له فهمني كيف مشيت على المي أول شيء، ما والله لازم آمن فيك إذا شفت شيء أصلا يعني. والله يا جنة مش هتشوف المسيح ما شاء الله يعني فرضا. أيوه انا عارف، انا فاهم قصدك. بس في الاخ علي من الكويت عم بيقول اتصل فيني، لانه انا راح اتصل بالاخ علي. اهلا بك اخي علي، تفضل.
عزيزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا بك. صراحة الحلقة هذه وايد مهمة بالنسبة لي، لأني وايد لاحظت عمليات السب في الإسلام سواء كانت من المسلمين أو على مدى التاريخ، الإسلام نفسه من نبيهم وإلى المؤمنين به. فالأمر المضحك أن اليوم كنت قاعد أتابع فنان ناصر القصبي سعودي، كنت تعرفون في عنده برنامج يعرض على الام بي سي، وحصلت نوعا ما ضجه على حلقه عملها بخصوص يعني التعايش ما بين الشيعه والسنه. وكنت ارى انه هو يعني يتفق ما بين الجهتين، لكن كميه السباب اللي قاعد اشوفها والامور اللي قاعد اطالعها تبين ان هذا المجتمع يعني يعيش على الاختلاف والسب يكون اي سبب صراحه، حتى بين اقطاب الدين نفسه او بين فئات الدين نفسه. فامر مخيف كميه التهديد اللي قاعد اشوفه. يعني في احد منكم متابع تويتر اكونت ناصر القصبي راح يرى كميه السباب اللي صراحه انا استحي اني اذكر حتى جزء منها. تفضل علي. يا ريت انا بس بدي اسالك علي، اذا يعني برايك الجذور يعني هلا يعني ما شفنا شيخ الا عنده كميه المسبات خصوصي رقص وجد غنام، يعني يعني ما 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 في الشيخ الا شتام، يعني ما في كميه الشتائم الموجوده عندنا خصوصي اذا بننزل على الشارع وكلتنا اولاد بلاد هالمنطقة هاي بنعرف، يعني نمشي بالشارع بتلاقي فلان عم بيشتم فلان وفلان عم بتشاجر مع فلان وكله شتائم بالأخت والأم والعرض والطول وكل هالشغلات هاي. برأيك الجذور هي أليست جذور من نفس الدين، من القرآن، من نبي الإسلام، من صحابة محمد؟ تبت يد أبي لهب وأتوا حمار الحطب، يعني عملية إلقاء الشتائم في القرار على الناس. ثم يقول لك إن المسلمين ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بألقاب، يعني في تناقض غريب. ولاحظ للأسف أنا لا أقول كل المسلمين، أنا رأيت مجموعة كبيرة من المسلمين في قبل أهلي وناسي وأنا ما لا أهاجم المسلمين، لكن بعض المسلمين يكون في هذا الموضوع متى ما يعني تكلمت معاه في امر عقلاني ينزل تحت الحزام ويبدا استخدام الالفاظ اللي يعني ادرى جدا صراحه ما احب اني اذكرها. بينما الانسان العقلاني اذا دخلت معاه في جدل ارتفع الى عقله، يعني يجب ان ترتقي لا تنزل الى الحزام. والشتيمه هي اقل يعني او اضعف انواع الحوار والجدال. اذا وصلت الى الشتيمه بعدها خلاص، بعد الاشتباك بالايدي خلاص انتهى. بعد الشتيمه ما في حوار اصلا، يعني بشوف يعني للاسف انا القى ناس يتكلمون في عقلانيه باليوتيوب سواء كانوا يعني متحدثين باللغه العربيه او غيرها. تعال شوف الشتائم من المسلمين، انا قاعد اتعجب. ايجد فيكم شخص عاقل مثلا يقول لا خلينا مثلا نسب الشتائم هذا، وانت اختك كذا وانت امك كذا وانت زوجتك كذا وسوف نستمتع في مدري ايش ونعمل فيك مدري ايش. ليش؟ انا ما يفهم يعني هل شو يدخل الكلام هذا في الجدل العقلاني؟ لكن مثل ما تفضلت رجعت في التاريخ ورايت ان هذا الامر موجود في السابق. فمن شابه اباه وما ظلم. ومن شابه نبي وما ظلم يعني. نعم. بالضبط. شكرا كثير اخي علي، شكرا لاتصالك وكثير فخور فيك. شكرا عزيز. تسلم تسلم حبيبي. طيب احمد، في عندي تعليقين لك. يعني الحلقه بصراحه انا بعرف انت ما بتحب تكون حلقه طويله. في الاخ مستر بلاك هو صديقنا عم بيقول مرحبا صديقي، اشكرك على الحلقه الرائعه وتحياتي للضيف العظيم. عندي سؤال، كيف المسلمين يستمروا على قراءه القران مع ذلك القران مليء بابشع انواع الشتائم؟ واشكر احمد على برنامج جديد. يعني هو قصده انه كيف المسلمين بيقرأوا هالكتاب الليل نهار
وحفاظ القرآن بتعرف يعني هون ما في فهم القرآن في حفاظ القرآن وبيقرؤون هالشتائم هاي ليل نهار وما بيفكروا فيها يعني هيك قصده هيك سؤاله. للأسف الشديد جال كثير من المسلمين مش متخيلين أن وجودهم مع العقيدة دي والإسلام اختياري يعني أمر اختياري وندب إرادتهم بمحض إرادتهم وإن هم يقدروا يسيبوا الدين ده ويتخلوا عنه. فأنا بحب أقول لهم من هنا من المكان ده إن أنا كنت برضو واحد من الناس اللي فاكره ان هي مش ممكن تتخلى عن الايمان او مش ممكن تسيب الاسلام وان ده امر مفروغ منه. لا مش امر مفروغ منه، انت اللي اخترت ان انت تفضل في الدين ده وانت اللي اخترت ان انت تسمع الشتايم دي وتقرا الكتاب الفظيع ده اللي اسمه قران وانت اللي اخترت تعيش في الحياه دي وفي البؤس ده وفي الغم ده يعني. لا حاول كده تطلع بره الدين ده كده وفكر في حقوقك في اتخاذ قرارك بنفسك وفي ان انت ترسم حياتك بنفسك وفي النهايه برضو جرب الحياه من غير ايمان شوفها عامله ازاي. انا ازعم بان هي رائعه وان لا تقارن ابدا مع الحياه بالايمان مع الايمان ابدا. ان الحياه مع الايمان مش حياه، الحياه مع الايمان انت فاكر ان انت عايش انت فاكر ان الناس كلها عايشه زيك كده وبتعيش بنفس النفسيه ونفس العقليه ونفس التفكير بس مش دي الحقيقه. الحقيقه ان انت لو خرجت من الايمان هتدخل عالم تاني اوسع بكتير من العالم اللي انت فيه ده واحسن وارحب وارحم و مليون مره يعني. وعن تجربه بالضبط احمد بالضبط يعني هو بس جرب جرب يا رجل جرب يعني القران هذا يعني بس الشتائم اي واحد يفكر فيها. في ناس بيقول لك انا يعني مستعد يموت في سبيل ما يفكر بفكرة انه يخرج من الاسلام ولكن لما تيجي بس يشتغل العقل شوي بكل سهولة يعني بالعكس يستغرب نفسه كيف باقي بهالدين هذا. طيب انا راح في تعليقين راح اقراهم احمد وننهي الحلقة لانه احمد هو قال لي اكثر من ساعة يعني سوي لي عقوبة بعدين. في منى اظن او منى لويس عم بيقول يا ريت عندي سؤال هو حضرتك مؤمن ان في حاجه اسمها جن وشياطين؟ لو مؤمن عايزك تقول لي ليه لما الشيخ والقسيس والبطيخ بيطلع بيقرا قران او انجيل اصلا انت تؤمن احمد بهالمواضيع هاي؟ انا مؤمن بان السيس والشيخ بيقعدوا يضربوا في الناس ويشتموهم ويطشوا لهم ويقروا عليهم ويرشوا عليهم ميه ويبهدلوهم وهم للاسف ما عندهمش مشكله غير ان هم محتاجين طبيب نفسي يكشف عليهم ويساعدهم ويديهم علاج لان دي حالات نفسيه معروفه جدا. الحاله اللي بيبقى فيها الجن بيتكلم على الانسان دي حاله اسمها انفعال تحولي والانسان ساعتها بيتصرف بالشكل ده لاسباب طبيه معروفه الطب عارفها كويس جدا العلم الطب النفسي تحديدا. وبطلوا بقى خيبه بقى وهري وكلام من دوت وعرفوا ان لما القسيس والشيخ الاثنين يقروا على واحد ويبقى نفس ويبقى لا رد فعله هو واحد نفس الرد الفعل يبقى الموضوع ملوش علاقه بالزفت اللي بيقراه القسيس والزفت اللي بيعمله المسلم لان الزفتين بيتناقضوا مع بعض وبيكذبوا بعض تماما اساسا. وارحموا الناس بقى من العصيان بتاعتكم ومن الميه اللي بترشوها عليهم ان انتوا الله اعلم مطهرين فيها ولا عاملين فيها ايه قارئين فيها قران ولا عاملين فيها ايه يعني. ارحموا الناس بقى المرضى النفسيين البائسين دولت من اللي انتم من الهبل ده وخذوهم على الدكاتره النفسيين يعني. انا لا اؤمن بالجن ولا الشياطين. بالضبط بالضبط يعني هو المشكله بتعرف احمد انه الشياطين والجن ما في غير عن منطقتنا يعني. انا صار لي نص عمري مقضي باوروبا يعني انا ما شفت مساله الجن والشياطين هي يعني بين الناس العاديين ولا بفكروا فيها ولا طيب ما في يعني هون غير كرة أرضية غير عالم يعني ليش موجودة بس عندنا بهالمنطقة هاي؟ شغله على العقل يا شباب إذا في عقل يعني بالأساس شغلوه يعني ما كان واقفة على الفاضي يعني حقها يعني أهالينا تعبوا عليها حتى سووا هالمكنة هاي بسموها عقل يعني حتى جابوك لهالدنيا هاي شغلها شغلها شغلها. طيب أحمد أعزائي المشاهدين بدك إياها أقولها كمان مرة نقفل بقى البرنامج نقفل البرنامج أوكي ما في مشكلة.
طيب احمد، كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه هي بهالموضوع هذا بالتحديد. انا اقول انا مش هعبد ابدا الا اله لسان طويل يعني. لو كان ربنا ما فيش اي مشكله غير لسان طويل كفايه قوي ان انا اسيبه. انا احييك بصراحه، هو مو لسان طويل ده فضيحه يا راجل. يعني إله فضيحة بصراحة، فضيحة يعني بكل معنى الكلمة، ست فضيحة هذا إله ما هو معقول. طب أحمد أنا بشكرك كثير على الوقت اللي أعطيتنا إياه، وأسفين أصدقائي ما طالت الحلقة لأنه أحمد راح يعمل لنا فيلم بعدين طولنا عليه، وأنا بتمنى تتابعوا برنامج الأخ أحمد حوار مع المؤمنين يعني بصراحة، يعني خصوصا اللي أصدقائنا المؤمنين اللي بعتونا هون يعني بيعارضوا شيء، هو هذا البرنامج للموحدين يعني. أنا بتمنى تناقشوه للأخ أحمد ومظروف بقناته، يعني ممكن هو راح يجركم للكفر يعني. اللي عايز يترك ربنا يروح عند أحمد. شغلتنا دي نشكك الناس في الدين فعلا. بالضبط بالضبط. شكرا كثير احمد، واعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقه قادمه. ماشي احمد، يلا سلامات. سلامات، شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكم، نلتقيكم يوم الجمعه، الى اللقاء.